دابا المساله عاديه، المراه تكون تقدر تكون في التجنيد، تقدر تكون في هذه، انا كتجيني مساله عاديه تكون في التجنيد، على شنو الفرق ما بين التجنيد وفرق ما بين الشرطيه؟ دابا كندوزو كنلقاو في شرطيه المرور، شرطيات في بزاف ديال القطاع، في لي موطار، فهمتيني، كنشوفوا شرطيات في بزاف ديال عده اعمال عاديه، مساله عاديه تكون في التجنيد، مساله نورمال، هذه ماشي شي حاجه كبيره على المجتمع. هذه كيفما ولات المسؤولية، زعما كيفما ولات المرأة مساوية مع الراجل في أي حاجة، في الخدمة، في الحياة اليومية، يعني التجنيد الإجباري مزيان، وكاينين داكا ديال البنات ما خدامين، ما كيقراو، ما كيديروا حتى شي حاجة. أنا بالنسبة ليا أنا كمواطنة مغربية، لو كان يجي التجنيد ونكون ما كندير حتى شي حاجة، ما كنقرا، ما حتى شي خدامة، علاش لا نمشي؟ منها الاستفادة ومنها تتشوفي حتى داك العالم كيفاش داير، ما كتبقاش غير تسمعي عليه، ما كتبقاش غير. التجنيد ماشي شي حاجة اللي خايبة، ولا بالعكس، التجنيد شي حاجة اللي زوينة، كتعول على نفسك، كتفهمش، ما كتبقاش حاصل غير في المحيط ديالك، لا الناس اللي كتعرف. بالنسبه لي انا شي حاجه تجنيد شي حاجه زوينه، انا ضد كاع البنات اللي تيقولوا زعما التجنيد لا وهادي وتمارا، بالعكس شي حاجه زوينه، البنت كتبقاي قاصه في الدار. حاجه زوينه بين في هذا القانون هذا هو بان المراه مزيان تجند، ولكن المشكل كاينين بزاف ديال المشاكل كطراو تماك في البلاصه فين كيديوهم يتجندوا، كاين داك التعدد والتخربيق، وما تبغيش حتى لك انت عندك اختك انتيا ما تبغيش يمشيو يتعداو على ديك الهضره اللي ما مزياناش تسمع تماك. هو الدراري راه مزيانه، اللي ما كيقراش، اللي ما عنده ما يدرقص في راس الدرب، راه يمشي يدير شي حاجه في حياته. انا شوي بوغ، حيت انا شوي بوغ انهم يكونوا سواسيه في كل شيء، ولكن انا بوغ القرار ديال التجنيد الاجباري اباغ المراه ولا الرجل، شوي بوغ ليهم بجوج، حيت جو تخوف كو مني انا وجبد، زعما ما جو ميكسكلو با انه بنادم شويه ترخى داكشي علاش يمشي شويه للجنيد وهاد 6 شهور يتجمع باش حياته كامله يبقى مجموع. من النهار الاول كنت بوخ، وبالعكس فرحانه لهذا القرار. القرار ماشي عسكريا، ولكن بلوتو فائده المواطن وفائدتنا حنايا باش زعما في شخصيتنا كيفاش غتبنى. كاينش تفرض على المراه التجنيد الاجباري، حيت المراه ضعيفه مقارنه مع الرجل. اختي بالنسبه لدوك العيالات اللي كيطالبوا بالمساواه بينهم وبين الراجل، اصلاح لهم هذا التجنيد الاجباري، ولكن هذا التجنيد الاجباري ما خصوش يكون مفروض على الشخص، يعني كل واحد وبغى يمشي غادي يمشي. انا اختي لا، ما بغيتش هذا القانون، حيت ما كان طالبش بالمساواه في كل شيء، حيت شي حاجه شي حوايج كيديروهم الرجال اللي ما خصناش حنا نديروهم، فهمتي. ما بين المراه والرجل في التجنيد الاجباري ما متفقش معها، حيت اصلا التجنيد الاجباري غير الرجال، والرجال اصلا ما متفقينش على التجنيد الاجباري، حتى هما عندهم واحد الاكرام بالنسبه للتجنيد الاجباري. وبالنسبه للعيالات انا مثلا ما متفقش، حيت اصلا المراه قال انا ما خدمتش تجلس في دارها تقابل راجلها تقابل الوليدات، علاش غنديو حنا التجنيد الاجباري؟ واصلا التجنيد الاجباري توقف غير على الرجال ماشي على العيالات. ماشي ضد المساواه بصفه عامه، انا ضد تفريض على ان المراه تمشي للتجنيد الاجباري، ما يمكنش، ما يمكنش نفرضوا على المرأة التجنيد الإجباري، حيت المرأة ماشي هي الراجل.